إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا وإن الله لمع المحسنين. إلهي آيات بدن القرآن كنت المامية دتك إحسان كالسمية أجر كودينا إلهي اللومنين إلهي أنت محسن كالسمها سميسة إنه معود أيهي. أيها الأحبة هدين ربنا إلهي إنه كوهي ليه إنه كو قرقاره إنه نلاش كوف ضيديه وحينو بهن عبادة إنه إنا يددن سميس قفك مسلم كاي وحو كحشوني إنه إلهي كو أركم وحو كرابي وحو كحشوني إنه السمين وايو إلهي أركو وحلا فرئيسيو السمين واي وهداد وحك استيس كغن عضو وحيلا دان علماء السلوك إلهي با وحد كنكتي أهون الناظرين إليك أنت كوارك سيك أوليتا تصالح دادكو هداي كوارك يا ملغية بينا ترتو دزينا كسمش حتى ما ينسى لومات سلا ده سما هم ملان لقى قرانا ينين إيدام كو قرانا ينين دادكو موت كل حيبو بيساي إيدام كو قرانا ينك تيدو كسمه دو والدكا كوارك يحمى ما سما ينسى سوات صورورني سايوات حشاني سا هدي بقى عين كات هاي أنت كأرك سيو إلى هاي كول اللي دني مركا قفك مؤمن كأرنب طاهي ملك استبه جو وحر ما يسين ربي طالع عنا يو ده بتنوح كحشانية إن الله كأركه وح كرابي وح كحشانية وح إلى هاي فري إنه كجابيو إلهي بقرآن كيسقوا منافقين بدأ ضاف في عينك والرمى يوح لي يستخفون من الناس دت كي كقر سنة ينبى إلهي لي ولا يستخفون من الله إلهي سكقر سن مايا مركى حدق مريج أنا وحمص ما ينام عينك بناء آدم كويس كقرنا ينبى إلهي لي ولا يستخفون من الله وهو معهم إلهي سك ما حشون أيان استغوا اللي معدو أق إذ يبيتون ما لا يرضى من القول ومركا أي هبين كي كو هضا يان با إلهي لي كو هبين سنيان وحان إلهي رالك أهين ورا وكان الله بما يعملون محيطا إلهنا سبحانه وتعالى وحي سمين يان أردن محيط بكي وكو قوبي إذن مسألة دان وحي علماء دان مراقبة أما وحي دان ودوام علم العبد وأدون كو أقونتي سا إن ربي أركا يأي تشوكتا نقطه ويقين سا إن ملك استو تشوكت ظاهر كيسي باطن كيسي بين ربي أقيا سبحانه وتعالى دبتنا علمي قاس أما يقين تاسي وحي قارسي سا إنو إلهي سبحانه وتعالى كحشو دو مراقبة دي سا دوره وحي نحل سي سا إنو قف قمان نقضه نولشي سا دمانتيت وحي نحل سي سا إنو قف قمان نقضه هذاك تهدد صحارة شوكته، يهدد جوري هوستي كشرته، يهدد ماله سكو قارس إلهي وقاركيا، سوقد بأ إلهي وحلي، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، إلهي وأجي وحرك جله، يوحك صوب حبا، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وحي عرك كسود دجا، يوحي كرب إلهي وأجي، وهو معكم أينما كنتم. ملك استوى تشوكتانا ربي ومعين والله بما تعملون بصير وحاصمين سانا إلهي سبحانه وتعالى وأركيا إذن وحي إلهي النبي سيد محمد عليه الصلاة والسلام وتلمامي مركو خير كسمين إن إلهي أركيا وتوكل على العزيز الرحيم بإلهي وحتى لصارتا إله غالب كي حوق بدن رحيم كي نحرس بدن الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين الله كوارك يمرك أدستاكته سلا أدستو تاكتت إيه وتقلبك في الساجدين كو سجود سن مرك آد نحس عطاء الله كوارك إنه هو السميع العليم با إله إليه إنه هو السميع العليم إله هو كم مغلية وأركيا إلهي القرآن كما حكمت الماما وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي وقريب من المحسنين
إلهي وحول أي هدايا دومها ويكا ويديان دومها يقول هدايا كا ويديان وحاتكو أشاكتا فإني قريب وأنا دو هيبا إلهي أنا دو وأجيب يوم مغلية كي بري يبر يديس وحال ربينا ليه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا صدح ما فقضوه إلا إلهي باكو أفر وأجي ربي وحي كفقيا أفر ما فقضوه هذا يفقان سي إلهي باكو شانا أما شاني ما فقضوه إلهي باكو لحا عيد كستا إن كبدا إيا إن كيريتونا ما فقضوه إلهي إلا إلهي يددك معودوي إذا قفك يقين صدا إنه إلهي مر والبطال عنيه يقين صدا ربي إنه كحشوده يقين صدا إن إلهي إلهي ونحن أقرب إليه من حبل الوريد حبل الوريد كوا كان كم من وجدونا هيبا إلهي إلهي قفك صدا يقين صدا نبي عليه الصلاة والسلام حليا مثلا ممكن سلادة تكون السيدة اللي نولا يقلبك إن حاضرية حديث شيخين كوي ورينيا بخاري مسلم بكو يا الله إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه ورمتكين هدو يستاقو وربا إنو تكادو وره أكسون هذا إلهي بالله أضلا يا آية بل إلهي بكو جوابي الحمد لله رب العالمين مركز تلاهدار رب إلهي حمدني عبدي أدوك كي قبي مهديي الرحمن الرحيم مركات الهدار أيا ربي كو جوابي مالك يوم الدين مركات الهدار ربي كو جوابي إياك نعبد وإياك نستعين مركات الهدار ربي كو جوابي إذن مركز طوءات إلهي بالي أدوك يوهي مهدي أدوك يوهي أماني أدوك يوهي إويني أدوك يوهي وحاولي ووحي نود حياني أدوك يوهي إويدي سوح الدونتو مركز صاد بلاوي سيهدنا السراط المستقيم واحد إلهي ويدي سنة سواء كان سيدا أوجد روايات كقركود نوح إليه فإنما ربه بينه وبين القبلة ربي قادق يا قبلة ويدين لحياة يعني وكود نوية هاي وكان النبي التلمام يوين إلهي سبحانه وتعالى أنا عند ظن عبدي بي أدون كي يقوحي يقام ملا يستوبان هاي ملا هذا أدو ربي قادق كم ملا يستاني سينتون لاجي هل كاسم كوتشو قابا إلهي لي هذا حسته وأنك حسي نفط هذا دي حسطانا تايدا كا حسي هذا ضد لحدي إيقا حسطانا ملأ كخير بضم من كا حسي هذا تاكي سودا واتبا إلهي لي هي وأنك سودا وانا يا ردن هذا ردن يسودا واتنا باع شوق بانك سودا وان هذا صعد يقول ما دنا نور دي يكو إما بربي لي يعني وحر ربي تلماما يا مركز تا انت إنو إنو ألو ترسنو إن كدو إن ربي سبحانه وتعالى هو أبا المريري محمد بن نضر الحارثي هيا وحوا مركو ضدك وي ما عريد الدريمي تري بيد هذا مركا سابو صامن اللي هذا وحقولي كأنك تكره أن توتا أحد مدينة نعبيسان السبعين الغوي ما دو ها بو يري أما تستوحش بمركا ويدي ومركا عدلد تشوكت ما عدلد دريمين مركا عدلد تشوكتو ما عدلد دريمين بو يري سيدان عند الله ودرهم أبوي لأنه قال ربك حصية مالك إنه مغفل نلا إله هذا استنوا حليه جوري سكلي كيف رسن شرم كسيد هذا مياد وحش درهمي إني كليني مو وما كليني مو درهم أبوي رقف إله إلا حد ليا قف ربك إلا مناجون إياه ميا كليني ما درهم رك بدم بيكسو أوروريا كلمات عين كاسة حتى فضيل بن العياض بوا حلقة شجعين ورها طوبى لمن استوحش من الناس وكان الله جليسه وحفي عنبو لي يا موحى وناك هلي منك ضدك استيحاشك كغاده ضدك لتشوقي سان معان سنين الهي سبحانه وتعالى لتشوقي سان معان سده لكن علماء واحد مرتبطا وحكسر ريس مرتبط انبياتك او اسقوا خلق قرى وحي حق لها ينسينيا ايها دنا ربك كحن اسقوا ضدك دحجوبه نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام يسوى كل ذي حق حقي سسينية وددك اللي تشوغة والله إلا هذا مقال هذا أدونتو قعنتك غبصة مو كتك يشيرين للا يودنتي دورنا مايو
وعرورت السلام يعد والبلجوجا أيوه هذانا أهم حي مدى أنو قوين حريرك والرب جيل لي سأد ردد به حديثك ترمذي أبو داود بيورينا يان عبد الله بن عمر وحلي هاي نبي عليه الصلاة والسلام فرقة ونلف فريستو مرك قاركود بغل شربان وكترين شرني سقوله رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم إلى أهو الدم بيجي قناف وطوبة ضيقة أغبر أدقى التواب الرحيم إسلام مركا حديث كلا صحيح ومسلم كوكلا إني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة إلهي سبحانه وتعالى بول معنى دوام حي إسقوا النبي قدتك لفرني ودتك لتشوغة أي ولي إسقوا إلهي حسي شري هل كايدتك غنى علماء إنه كسر نقلنا الربين إني قارو بحانو محي سمعتم حي هذا إنك أسواسك بورك الله ما هو زاهد ما هو دتك كقوي نعم دتك دم بيقول دمرك وتقوي يسك كقوي لكن كاو حكسي في عن كدتك أنا لتشوغة وحين قبنا يا لكن أنا دتك كم المينين أي سجودت كله شجع وردينية سجودت كله شجع إلهي كحرن سجودت كله شجع أنا قبلين محمد جيستو سجودت كله شجع وأنا أقول سمينية كاسة كاسة سرية مركا ونبي بقار كيسة وبحنا ده إلهي بكحرن مشري مثلا صلاة عادية مركو تكان أيه وحو إلى لنشري دتك حاجة دقبة يعني جماعة ذا مسلمين تا حيمان يقف وين حيمان يقف ضعيفة حيمان يقف بكا حيمان يقف دن لو دق دقية إن لغو دالية مركا ماها فرط كعادية هادا ديو دلن يرو دا حوقن تينو يدون كقار السقوب بحدين و تاسوا انتا دون تاما كاريقا كرتا لكن مساجي دا عام كا دادك اترادة بدن لتشوغان دادك إن حوق لو دالية ماها لكن نبي قم حوسي منشري مركو يسوي تيسة قار كاو بحو أيو سلاة دير تكنشري إنك هو عكسي على يا وفر الخير لا يرى دير يا لكن سنة فاتحة دون تكتو كتو أما بالرب الناس كأو دير يا وآخريه وعكسها وهاي هاي تنبات حرت هاي سنة عيدنا أديك أنا فتاة أمير وآ أديك حرة سيد ردد ابن مسعود بو حلي حديث صحيح ويا النبي عليه الصلاة والسلام وهبين تكنيا يعني سيد بيقول ورنا بقسك حلو دبتنا وتاجني دي بوك بحواي ويل حتى هممت بأمر السوء بولي ابن مسعود إلا أن كهمي يي أرن حن وكسيرة هو محير كحنا تكهم يدي وحن كهم يي بيقول النبي قول تاجر الناس كفر استانو وأرن حن بطل مامي إن النبي محمد عليه الصلاة والسلام وتاجن أرجو فرستو إذا النبي قول ندم بي أسميني سمركو كليدي سنغضه حذيف من اليمن باو حليه نبي قاكو حدى عليه الصلاة والسلام هبين سيقو تكنية دبيتنا البغروب بلا بيبو يري مرحسان سيدي بو يري دي ملا إلا بغول آيادو بغول آيادو دوا چس ددو چس كو بغولي الله تبغولي أفرتن ملاها وحان سيدي بو يري إلا بغول آيادو مركو آخريو ورقو عدونا مرحسو كصعدي بو يري بغول كي مركو آخرين يبو صعدي وودي وحن سيقول لي ملاون ده سورة ده مركون ده ما يهدوا سورة البقرة ويمسا أبغى لي الحين ستيتنا هيدا ولا بتشي سيادة إيراد وأنا رجع عدو لي وحلوت أجيين وحن سيقول لي ملا مركون ده ما يه البقرة ركون عدانا ده بتنا سورة النساء بلا بيقول مركز هذانا النساء ده ما يه دي بوصان وضع هذانا سورة آل عمران بلا بيقول رسول هذا آل عمران دمي وصدع سورة وشنش اسمها لها أي رقعد كواتكو آخرين أيها وحكا قدر سيدو آخرين أيها ما يدد بين أيها ما يا رب يبو لم نجون يا الله الله يا وحلاي مترسل بوها سيد جنبو آخرين أيها ولب أبو لي هدو صامر آية تصبيح كورميسا وتسبيح سني هذا آيات بريدة إلهي سوما روى إلهي ببريي هذا آيات يعني قرآن كون وآخرين يوح الشيخ يولدق مي انت محادر والركوع يبو يلو انت يتاقنا إن لقبو هدان الركوع سنة هذا يبو لي يعني إن شنشيس لك آخر يقول له دو أيو هدان الركوع ودي وصوته سيبو لي يو انت إن لقبو هدان تاقنا يو إلهي بريي
وسجوده انت الى يعني وحط الماما يا قيام كيسي سجود دي سي ركوع دي سي وحبا ان اسكو دواييه قيام قرمو ديرينين ادمانت ادبو ديريني حن ودان لنا رمان حن ودان لنا تلمامينا الهي بو هشني عباده دا دنو سمينيسي الهي انو كفو غدابانو دونيني انو ربي الى هب لابو معان سني قفك لذده معان كان مركو ددميو وكا قدسن ياهي قفك كلام ولذلك بسيدو التاقنا نبقى عقها براري وكسا عائشة واحد تدعي إلهي رسولك سيو محاد سيدان وياليسا إلهي بابا الدم بقاقه هرية الدم بقاقه الدم بقاقه دافه الدم ببلغو مقريني ما أدنا ستي دوم حتى يسوع عذابيسا وصمينيسا نبقى عليه الصلاة والسلام وحكولي وميانا نقونينين أفلا كون عبدا شكورا قف ما هذا نقه إلهي سبحانه وتعالى وانو ما هذا نقه يا أبوت المامي أيها الأحبة وحين الله نمركة إحصان العبادة أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك مقامات كاسد إحضابي علماء دخلت الماما مقام الخوف والمشاهدة هي مقام الحياء والمراقبة هي مقام الأنس مع الله هنا دادقوا إلهي كعب صنع يوحى سميسو ورميسانين وكوارك أيوه يينا دلهي كحشون وسواد درين سنتا ينكو طالعا ايو ملك استوات شو اكتبه يينا دلهي وهشاني سبا وينا دساقا لتشو اكتواد معان سنسو ولذلك باع علماء دي مسلمين تاقار كم اذا وحا لغشا يغا انا يولين شرين جنة دا الدون كنين كان كل دردا مني جنة دا اخرى كاسر دردا من قران مايو جنة دا شيغا يان وحويان الهي كحلين كيس انا عبادة دردا مكوصة مايسو انا دلهي ويني دي سدرينتو إن دله وحن نمعك سيادة رنتو إن دله مهد نقي سباديسيت إن ربي قال سبحانه وتعالى وهشتيت كاسي وإحسان كقيب كمدا إلينا وحن لي وأحسنوا إن الله يحب المحسنين إحسان كاسي السماية والسما فلا عبادة دين كل سما فلا إلهي سبحانه وتعالى وحج عليها قوة سما فلا إن لا نضيع أجر من أحسن عملا وإن الله لمع المحسنين إلهي آيات بدن القرآن قلت المامية دتك إحسانك السمية أشرك ودينا إلهي اللومنين إلهي أنت محسن كالسمها سميسة إنه معود أيهي أيها الأحبة هدين ربنا إلهي إنه كوهي إليه إنه كو قرقاره إنه نلاش كوف ضيديه وحينو بهن عبادة دينه إنه إدادا سميسة عبادة دينه إنا يدد السميس هدو قفكو نوعا نقضه أعماشي سين تصوحر دانا وحين نقون ساميدو كو إحسان سمعين أيو ويوحد أغيين ربكي طالعان أيو إذن في كل أحواله يتعامل مع الله قفكري وحك استو قبان أيو كيئي ما يحق دتك كسهر شيدة يوحو كيئي يا محاي حق ربكي سبحانه وتعالى هدو وح صدق ديسان أيو إلهي بيقول دوان أيو وح في عمو صدقين أيو إيجي ما يقف كانوا صين يا كوي هدو هاد لا يو وحوى نكسن بشيء وقولوا للناس حسنا بايلاي دتك السما كلها وايو إلهي مبو مراقبة دي سوقي إن ربي داوانا يو إلهي مكحشون يين ربي وكم قلوا وحفكي سكوحن تاسي واحد كان سنسا هدي الإحسان في العبادة دعضه أوتوماتيكالي وحكرنا لنا يا معاملات كاغوردا مين إحسان كسوغلات قفك مؤمن كان معاملات كيس وحي قاره حديث كي صحيحة هاي مسلم صوصر الشداد بن أوس إنه النبي قال عليه الصلاة والسلام أركو وحكا لوردان شاقيبا إن الله كتب الإحسان على كل شيء إلهي وحوالبا إن إحسان لو قبطه سفيعا لو قبطه أيا ربي فرق ضدك وحتى أبا ربي لي هدا وحدي ليسان سفيعا ودلع قف دل لغو حكومي ومحكمة دو دل ايسو ان تمثيل لغو سمي اما بنانا ان لغو قويا اما الله تورشر قرأي اما الله عقابا وكان ما بنانا حتى هداد وحقو رعيسان باليدي ديقاق نيفاريا وحبات غليسا فاحسنوا الذبح با الهيدي قو رعوانا چيا ووحو نبقو عليه الصلاة والسلام مديدا دا سقوان نيفو كو اركا اني صوصو فيس راويسا كو قو رعي مدا كركرة سوان وحبتشرينين هكو قو رعين مدي أف بدن هكو قورع ونبقى حلي فلي يريح الذبيحته
هو الراحي ينف كانوا جورعيه إذا قف كمؤمن كي وحك استوى وقبنيه إلهي بكون بنيين الحوالا غلطه لكن هسلعنن سيدا وغف ضد النفط وقبي حكرته وجورع علينا فريا هدي أي مركار دبوده إنه إحسانك عبادة الصمين إنه واحد دبوب يا إحسانك إلا ينفر يوردن أكله إنه دب نقضه ومحاكم إذا إن والدك إلا صم فلو الدائرة الأولى كوجود هو والدك إن لا صم فلو أتقول إلهي كعب سنة سبحانه وتعالى دائرة الله بعد كحجة ذوي القربة ورانكو حتى المامية قرابة إن لا صم فلو دائرة تاكو حكتك سيأجد الدو مجتمع أنتي ضعيف كا اليتامى والمساكين والفقراء يوحي لمدة إن لا صم فلو دائرة كاكسي دروكسن مسلم كعموما إن لا صم فلو دائرة تاك دروكسن مخالف كقف كا حتى كون كل الدين هين إن لا صم فلو هدانو محارب هين ضد قالك قلت شرو موضوع الجهاد ده شو قوقار لكن مركا النبط هاي كون ألد كنتينو كلام مركا هاي إن لا صم فلا بدين تينا فريسة بل إن دتكو الضعفاء وحلاصين كرو والله صم فلك كرو ضعفاء يدشيا جنوا ما هاي عتك صوابها قال كزكا لسين كرين زكا ده لما سيو لكن صدق هذا عام كوا لسين كرا هدو باهين هاي هدو ضعيفي هدو شارك هاي هدو قرابة هاي ولا سين كرا سيدا وجد دائرة هذا صار الله صم فريا مركي بشر كنا أفتو وهل يدو واحد صم فلي صم حي حيوانك ونبي عليه الصلاة والسلام حتى المامية قف دمرة أيا النار تكوك شيء بصد مكلال بصد مكلال بيقف دمرة النار كوك شيء تبتنى نبي قو حيري واي حدا أو وحي عنتر ما يسينين من يسيد دينين لولك هذا ده هو أرساخ دكته مركب بصد بيت تورشر قرأيس هل كان بسائي حدا يكون ضدك القاضين أيام حدو ما ليس تماشك وحدا نفط السوق إليه هدي بساس اللي سكو عذابي عكس كذا وحب النبي قولي عليه الصلاة والسلام نين روايتك قاركودنا قبر بكو صارت إزاني يدا محن أي يدا هرادن كو صابح داي عالبيوت تبتنا هو يكون نار دعض ويكسو عبت مركي صابح داي أي وحي دبدا وقلت من أي عيد عنا يو هراد درادد هرادن وسيتر كم وحيه هيو كلا هيه دبتنا دبا وقول نغط خوف كادي مو قادي مو قوة بهلا ذا خوف كيا عكت اللي قليه بتكم ذي أنت بيه درتي أفكك كسو قاد دبتنا وحي سو كرتي ماشي هو كصاب أحد وهو ورابس نبغو حلي عليه الصلاة والسلام إلهي با وغم حد نقي في الكيدا يسمي سي ودم جادي نافي لعلها قد تابت لكن حديث سياسة المامية ما حانو قدن لاني قفكو إحسانك مركي سكو واتسك استوادو إحسان فشو شريعة دو يكون واغد قرآن كاكو صار وري والد إحسان فلكي شار إحسان فلكي إن قرابة إحسان فلكي قرآن بدا باكو صار نصوص بدنا حديثة كو صار إن بدا باعو لما دو يدنك ورطه لكن وحاسو نبي وحي لانا وحي كراتب مان وصيدا وغفي عن لو سمايا مركو قفكو ربيكي كحديني إيه أعماشان وقبان أيوه وكده حركة يا ربي عد الله معامل يا إتهي إلهي سبحانه وتعالى هدو خلق جوس ما فليه حشاد وإلهي كحشانة يا عبسي وعذاب كيسك بقية أركتي إلهي أو ما هدع علينا يا نعمة وسيين وقاء بالمري وحاصر لنا إلهي درتي بوضع سيدا وجد النبي عليه الصلاة والسلام حينات المامية وحوله عملاي الصبينه توحيد قالوا إحسان سمية وصف عن إلهي لاقرة نبي سنة سفي عن لورا على لوينية صلاة اللو إحسان سمية وسق روح بدن للوت كذا وإله اللو حدمة صوم قال لو إحسان سمية واتي اللي وراء هذا قال من كان السمين إلى وهل إحسان سمية محل إذا حج قال لو إحسان سمية وقف كحجة فلم يرفث ولم يفسق بنبوي أنا أفهم يا فاسق نما مدك صابحني حتى كان وحك سو نقدا با لي ديك يوم ولدت امه سليمانتي هو يدي دشي سغو دم بملخا وحا سو اعمالي وحي شيغيان انينو كو سما فلو وحا انو سمينينو دن
waxaan u malaynayaa waqtigii sanadda waa gaadhay. sidaa ogeed waxaanu leenahay qur-aanku alfaada tirada badan leh ku soo aroortay ixsaanka ka warramaysa dhammaantood waxa ay sheegayaan qofka muslimka ahi inuu samafalo cid walba uu samafalo shaqaalaha kuu shaqaynaya ha noqoto yani nebigu wuxuu tilmaamaya qofka shaqaalaha wardhididkiisu intaanu engegin wixiisa siiya buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ha meermeerinin ka wecweecinin hore wixiisa u sii qofka mu'minka ahi xaaraanta ka dhowrsigeeda ayuu ku samafalaya dhawaataynu dhi wuxuu ka xishoonayaa waxaan ilaahay subxaanahu watacaalaa raalli ka ahayn inuu sameeyaa buu ka xishoonaya sidaa awgeed ayuu wuxuu isku dayayaa wax walba ilaahay baa dayna leh wadaruu dhaahira alithmi wa baatina ina aladiina yaksibuuna alithma sayujzawna bima kaanuu yaqtarifuun waxaan kusoo koobaya markaa cabsida ilaahay subxaanahu watacaala qofka hadday gasho rumaysto inuu ilaahay uu arkayo waxa kale oo dhammi way hagaagaan waxay culamaa taariikh wariyaan cumar bin اlkhaطaab waktigii uu amiiru اlmu'miniinka ahaa buu habeenkii intuu ninka haysto ayuu wuxuu soo mari jiray xaafadaha iyo dadka oo wuxuu eegi jiray bal cid cabanaysa wax dhib oo jira kormeer habeen buu soo socday dabeetana wuxuu maqlay xaafad inan iyo hooyadeeda wada hadlaya islaantaa waxay tidhi na caanihii biyaa ma ku dartay caanihii suuqa aroorta la geynayay ayay islaantu rabtaa in la badxo biyaa lagu daro markaasa inantay waxay tidhi hooyo cumar baa mamnuucay oo yidhi lama ogola caanaha in biyo lagu daro islaantii baa waxay tidhi ina amiiru lmuuminiina laa yaraaka laan laa yaraaki laan amiiru lmuuminiinku dee hadda ku arki maayee tidhi shaqada inoo qabo amiiru lmuuminiinku hadda ina arki maayee shaqada qabo bay tidhi inantii baa waxay tidhi ida kaana amiiru lmuuminiina laa yaraana fa ina rabu amiiru lmuuminiina yaraana haddaan madaxweynuhu ina arkaynin amiiru lmuuminiinka rabbigii baa ina arkaya bay tidhi ilaahay baa ina arkaya sidaa awgeed ma suurtagala bay tidhi inaan markuu amiiru lmuuminiinku ama ilaahay marka dadku joogaanna inaan adeeco markaan keli u baxana inaan caasiya suurtagal maaha marka dadku ay arkayaanna inaan ilaahay ka cabsado aanan caanaha badhxin marka aan gaar u baxana inaan wax badhxa suurtagal maaha waxay yidhaahdaan cumar baa guriga albaabkiisiibuu calaamadiyey dabeetana waraysi buu doonay war reerkaasi waa kuwama reerkii baa loo sheegay inantii baa looga warramay inantaa miyaa la qabaa may inamadiisii buu isugu yeedhay dabeetana wuxuu yihi waryaadhe anigu nin weynoo da-aano hadda dumar warkood ma hadal hayo laakiin haddaa cid un guursanaysaan reerkaa inanta joogtaa waa inan ilaahay ka cabsanaysee warardoo taa guursada inamadiisii mid ka mida baa guursaday waxay dhahdaan waa ciduu ka tafirmay bay dhahaan cumar bin cabdilcaziiz amiiru lmuuminiinkii cadaaladda badnaay iyaga ka dambeeyey waa tafiirtii gabadhaa yar baa la yidhahdaa oo habeenkaa dhegaysanayay cumar bin khaطaab waxaynu uga dan leenahay haddii uu qofku ilaahay cabsidiisu ku waaweynaato oo uu cibaadadiisa ixsaan ula yimaado cibaadadaasa waxay keensanaysaa inay xumaha kaleoo dhan ka reebto iyadaa keensanaysa hadday salaadiisu dhab noqoto uu rabbigii habeenkii ku xidhmo waxay dhahdaan markii wakhtiyadii hore nin baa ayaa qola saxaabi yidhahdaa ninka hebeley habeenkiina salaaduu tukadaa maalintiina waxbuu yaro qaadqaadaa nebigoo maqlaya calayhi salaatu wasalaam markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi sidaa aad sheegaysaan hadday jirto ina salaatuhu satanhaaha buu nebigu yidhi salaadiisaa ka reebi doontaa yacni war kale uma baahnaa hadduu nin habeenkii intuu istaagay yahay oo rabbigii ku xidhma
طبيعة النوع عاسية إنه ربي جي كحرين يهي إذا السمين دون تبو نبي قولي إنه نلوشي سكان تراشو وقعنتي سكان تراشو وقف دور صان نغضو دبا أيها الحبة وحن لأني ميلك استاد شوكتان إلهي كحرما كحرنان تين إلهي كحرنا إننا حرنان ردن سمين سام كحرنان إن عبادة إنه السمين إنه نغطى عبادة معنى سمين سام عبادات دريم يسوه رب السماوات والأرض بيده الملك وهو على كل شيء قدير إن تكحر أنت والله هذا ليس ما أنت هذا وحي لك وقف صدان تتكو حلقة يا بيون وعرر ومركبة كيف فكره وارتلو يا يقول دوان وطقه صاحب قراب وطل يا وحبا الباب كدو باكرة ضد براته الباب غنية ووحوا لباك تيسيا لأنه كدو باكرة وانت تهبين كيس تاكتين اد ربك بريدي دو تكتت الباب كالهي بك بشر ككدو لكن ما دام ماديات كو ينغت ربتين اخيرا وحين نقول نداد اسباب تون اعتمادون سبب طيب مغطى لكن رب السماوات والارض مسبب الاسباب كبانو ينو مغطى سبب تبا اله فضيدية اذا هذين ربنا نولشنا الدنيا فضوضاته dadka marka la yiraahdo cibaado istaacinka waxay ka fakaraan inuu islaadaan de aakhira loo jeedayna ku anfacdo war aakhira uma jeedno tanbay ku anfacaysa tanaynu joognaa in rabna wixii hagaajin lahaa nolosheena inay nolosheena naduuyo shaqadeenu aqoonteenu cilmigeenu caafimaadkeenu tacliinteenu dadnimadeenu inay hagaagtaynu rabna waxay leenahay waxay ku hagaagaysaa markaynu xidhiidhkeenu ilaahay la leenahay uu qurux badnaado marka aynu gaadhno xad ducadeena rabbi aqbalo marka aynu gaadhno xad waxaynu doonaynaa inuu ilaahay weydiisano xad aynu basharkaba ka maarmi karno wal unsu maca allaahi gaadhno inaynu ilaahay weheshano oo markaad qur-aanka akhrinaysa uu dhadhan kuu sameeyo kuu macaanaado oo markaad salaad tukanaysa uu kuu macaanaato oo markaad wardinaysa ay kuu macaanaato oo cibaadaadku dhadhan kuu sameeyaan oo xumuhu kala qadhaadhaado xumuhu iyo xanta iyo warka turrogta iyo beenta iyo waxaan adduunya aakhira toona wax ka tarin dadku inta badan wuxuu wadaa kuwa psychologiga waxay yidhaahdaan marar badan baan bini aadamku caqligiisa isticmaalin bay yidhaahdaan ee bulshada iyo dadka iyo waxaan u arkay iyo waxa uu iskaga dhaqmaa waayo hadduu caqliga isticmaali lahaa bay leeyihin wax badan muu sameeyeen inaan dadku caqliga isticmaalin miyaa u baahantiin proof soo dadku sigaarka ma cabo muxuu taraa cid tidhi sigaar baa wax tarta miya maqasheen mid caalima mid culamaa mid saynsiyahana mid cid tidhi sigaar baa faa'iida le ma maqasheen maya wax yeelle ma leeyi dee kuwa soo sameeyaa dusha kaga qoray sigaarka dushiisa maxaa ku qoran war waa khatare ha isku cabbi waxaa laga qaadaa kansar iyo waxaa waxaase waa khatar ee cabbi baa ku dul qoran dushiisa ku qorantay ka warra adigoo arkay haddii lagu dhaha caagada tani war waa sunaha isku cabbinaa tiraa ma iska yara qurqurinaya caqligu miyuu jiraa mise ma jiro yani caqliga lama isticmaalay idan bini aadamkan aada arkaysaa marar badan buu isagoo caqligiisa qaba uu diidaa inuu isticmaalo oo naftiisa iyo shahwaatu nafsi iyo waxa iska doondoonayso kale uu isticmaalayo matala khabri aadana hor dhambe wuxuu rumaysay one of the poisonous waxyaabaha ugu poisonsan dunida inuu ka mid yahay alkoolku waa poison waxba ma taro haddana wadannada leedan horay u mareen waxay yidhaahdeen laba habeen dadku way fasaxayeen inay waashaan shan cashana waa la shaqeeyaa labana waa la waalaada waddanka in yaroo ilaalisaa looga tagaa oo la yidhaahdo iyagu gaadhkay ku jiraan iyo waxaasay ku jiraan intaasaa waddanka o dhan ilaalinaysaa waddanka intiisa kale maxay labada habeen u fasaxiyeen inay waashaan ka waran dad dhan oo isku waafaqay ummadda intay ugu badan ay laba habeen ha waalato in yarina ha mayar qabto waddanka ha ilaaliso yacni ma caqliga la isticmaalay waxaan uga dan leeyahay wardiintan iyo cibaadaadkan haddaa si dhaba u raacdaan caqligiina ifi doona caqligiina noqon doona ku garta maxaa wanaaga maxaa xuma ah qur-aanka iyo diintana akhriyaysaa baa dhadhan idiin samayn doonta marka waxaad macaansan doontaa oo dhadhan kuu samaynaysa ilaahay dariiqiisan inaad hayso aakhirana kulama sugaysee inaad dunida tan
إلهي وأبوابتيده كوغفره قناعة كوغسيه وهدشات كوغنعضه نولشان يكون معاناته السماء السماية. إذا وحل لنا الإحسان في العبادة إحسان ككلال لغو الرموردان سغفره وه والد الله سما فلو شار الله سما فلو أصغان الله سما فلو مساكين وحاصرنا وحفره وه كان يهدوها قاقو هدوها قاقو حرير كأنه إلهي لا لأنه سبحانه وتعالى والنبي يقول مركي إلا ويدية وكتل مامي أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. إلهي جدك قمنا هين وهنوني. السلام عليكم.